يعني رؤية فنية من خلال الناقد الرياضي سمير بشير، الناقد الرياضي بجريدة الشروق الجزائرية. مساء الخير يا فندم، واهلا بيك معانا في قناة الاهلي. مساء الخير، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات كل ضيوفي. كابتن انا سامع حضرتك استاذ سمير. سليم. تحياتنا وتحيات كل كباتننا كابتن ماهر وكابتن حماده وكابتن اسامه لحضرتك. اهلا بيك مره ثانيه في قناه الاهلي. يعني اهلا وسهلا يا فندم. يعني من خلال رؤيه فنيه بقى جزائريه للقاء، اتكلم يا فندم اتفضل. بالنسبه للمباراه بعد حوالي ساعه من الان، نحن ننتظر رد فعل قوي من وفاق السيف، خاصه الاشاره التي مني بها في البطوله هنا في الدوري الجزائري بانهم شديد القضايا في اخر داره. يعني كان كثير من انتقادات للفريق، ولكن صار سيظهر بوجه مغاير عن ذلك الذي يظهر به في البطوله، وخير دليل على ذلك الوصفه التي نقول اللي حضرها المدرب المغربي الذي يحسن جيدا التفاوض بخارج الديار، وبالخصوص في المباراه التي لها طابع حساس وغربيه زي ما يقول محليه. تمام. طيب استاذ سمير، يمكن انت عندنا في مصر بنتكلم على بعض النقاط اللي لابد الاهلي ياخد باله منها او يكون حريص فيها. في الجزائر ايه ابرز النقاط اللي اتكلمتوا عليها لابد ان وفاق الصيف والمدير الفني المغربي رشيد الطوسي ياخد باله منها؟ ايه النقاط اللي عندكم في الفريق انت يعني عايز تقول له خلي بالك نقاط الضعف والقوه؟ يعني احنا تابعنا المباراه الاخيره للفريق الاهلي في بيروت مع النجمه، تشوق عليه برباعيه، بس لما طلعت في طرابلس لدخله يوم الاحد لاحظنا بان الفريق الاهلي راح يوظف لاعبين جدد، تكون تشكيله مغايره خاصه بعد ربما اصابه مؤمن زكريا، معنى بان محمد الشناوي اصيب على مستوى الاصابع، في سيونه في لاعبين جدد خاصه احمد فتحي راح يتوظف، وفي اعتماد على وليد ازار في الهجوم مقارنه في الاهلي في مباراه النجمه كان استغل محسن صلاح. طيب لا، انا بتكلم على نقاط الضعف تحديدا في وفاق الصيف، في فريق وفاق الصيف، نقاط الضعف في وفاق الصيف اللي انت يعني تقلق منها او تحذر وفاق الصيف من تكرار الاخطاء فيها. لا، وفاق الصيف احنا عندنا لعيبه كلهم بيلعبوا في الهجوم، عندهم كلهم نزعه هجوميه، وزي ما شفتوا الهدف مع شبيبه القبائل كان بسبب تركيز، ولذلك لقوا الهدف، هذا كل شيء اللي راح يخافوا منه. اذا تسجل على وفاق الصيف راح يكون للهجمه المرتده يقودها الفريق الاهلي. طيب استاذ سمير، يمكن وفاق الصيف في الكرات تحديدا العرضيه او الكرات اللي هي الثابته مني مرمى او دخل مرمى عدد من الاهداف حتى مع مازيمبي، مش عارف المعلومه دي صح حضرتك تاكدها لي ولا لا، في ضربتين جزاء او ثلاث ضربات جزاء في مباراه مازيمبي، يعني عنده مشكله في حته الكرات الثابته. ايوه، في مشكله الكرات الثابته، ولكن مؤخرا قبل الدخول في التربص كان المدرب رشيد طوسي عمل على تصحيح كل هذه الاخطاء. تمام. وانا متاكد انه المدرب رشيد طوسي راح يستغل قوه الهجوم. عب جابو بوقلبونا بكير، وزي ما حذر منهم باتريس كارتيرون في اخر مداخله ليه، وكان شاف ثمن المباريات على الاهلي في اشرطه تاع الوثاق في اشرطه فيديو، وقفش على مواطن القوه وضعف الفريق الجزائري وفاق الصيف. كلام جميل. طب كيفيه يعني تقييم فريق وفاق الصيف تحديدا مع قياده فنيه مغربيه لرشيد الطوسي، تقيمها ازاي؟ وهل تتوقعوا او كنتوا تتوقعوا انه هيوصل للمرحله الجيده جدا جدا في دوري الابطال الافريقي ولا لا؟ لا صراحه، لا، في البدايه كانت هناك تعثرات من الوفاق خاصه مع الطاقم الفني الجديد، ولكن بمرور الجولات في البطوله الجزائريه شفنا وجه جديد لوفاق الصيف. ربما التعثر الاخير، الو، التعثر الاخير امام شبيبه القبائل. اتفضل يا فندم، اتفضل. نعم، اتفضل يا فندم، اتفضل. التعثر الاخير، ربما التعثر الاخير امام شبيبه القبائل ربما راح يكون صحوه بالنسبه للوفاق، وراح يعملوا احسن عشان يرجعوا بنتيجه جيده قبل لقاء 26 نهار الصيف. أنا عارف طبعا ترتيب الوفاق يمكن مركز في البطولة الأفريقية، عشان كده ترتيبه في الدوري هو الخامس بفارق حوالي 7 نقاط، لكن طبعا هو مركز في البطولة الأفريقية. على العموم أستاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريدة الشروق الجزائرية، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت منورنا من خلال قناة